الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على وحدة الأمة الإسلامية شبه المؤمنين بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انظروا إلى حرصه صلى الله عليه وسلم على هذه الوحدة. وأنا أتساءل اليوم، اختلافنا السنوي حول موضوع الهلال وحول موضوع رؤية الهلال والصوم والعيد، إذا الدولة الفلانية ستصوم في اليوم الفلاني ثم تأتي دولة أخرى تصوم اليوم اللي بعده ثم تأتي دولة ثالثة وتصوم بعدهم بثلاثة أيام، ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، فماذا أبقينا لهذا الجسد الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حال الاختلافات السنوية حول رؤية الهلال يجسد حال الفرقة التي تحياها الأمة الإسلامية اليوم مع الأسف الشديد، وهي فرقة تدمي قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. رسالة اليوم لكل المسلمين، مسؤولين وغير مسؤولين، أرجوكم وحدونا أضعف أضعف الإيمان، أن توحدونا أن نصوم مع بعض ونفطر مع بعض ونعيد مع بعض، فأمتنا واحدة وهلالنا واحد. أمتنا واحدة، هلالنا واحد، نش أمة أدين، نش ميسة أدين. أمتنا واحدة، هلالنا واحد. مواتم ديما سفنجتم وكتو ديما. اتفاق المسلمين على الهلال هو أبسط مظاهر الوحدة الإسلامية. أبسط مظاهر الوحدة. في زمن صارت الكمبيوترات موجودة ومواقع النجوم معروفة وحركات القمر وموقعها بالضبط، كيف نختلف على هذه المسألة؟ كيف؟ يوجد أرض ويوجد قمر وتوجد شمس، وكل يدور في فلكه. القمر لا نراه إلا بسبب انعكاس نور الشمس عليه، وفي نهاية كل شهر قمري يصبح القمر بين الأرض والشمس تماما، وبالتالي يختفي عن الأنظار، وهو ما يسمى بمرحلة المحاق، ولا يمكن رؤية الهلال إلا بعد مرور 15 إلى 17 ساعة على حدوث هذه العملية. تخيلوا أنه جيت للناس في عز الظهر وقلت لهم أنا رأيت أن الشمس غربت، هل سيصدقني أحد؟ طبعاً لا، حتى لو أنا أمين ومعروف عني الصدق. لماذا؟ لأن كلامي خالف حقيقة علمية. وكذلك القمر أعزائي، ولادة القمر معروفة بالثانية لعشرات السنين القادمة. تصوروا أنه في إحدى الدول الإسلامية منذ عدة سنين صاموا والقمر لم يولد بعد، بناء على شهادة أحد الشهود الذي رأى كوكب عطارد واعتقد أنه القمر. كوكب عطارد والزهرة ممكن أن يروا من الأرض أحياناً في زوايا معينة، وقد يخطأ بأنهما هلال للي ما يعرف. فصامت الدولة بناء على هذه الرؤية الخطأ، لأنه الشاهد اعتقد أنه رأى الهلال، مع أن الهلال لم يولد بعد، كان في وقتها. الدين الإسلامي لا يخالف العلم، لا يخالف العلم. الدين الإسلامي لا يخالف العلم، لا يخالف العلم. وبالتالي أرجو من الدول الإسلامية كلها، لا تضحك الناس علينا. ما ينفع دولة إسلامية في القرن 21 تصوم في يوم والقمر علميا لم يولد بعد. أمتنا واحدة، هلالنا واحد. أمتنا واحدة وهلالنا واحد. هلالنا واحد. يجب علينا أن نستعمل مقتضيات ذلك العصر الذي نعيش فيه ونصوم لرؤية الهلال، ولكن الرؤية في لغة العرب تقع على العلم، ولذلك فنستعمل كل العلم المتاح لنا حتى نستطيع أن نوحد الأمة في مشرقها ومغربها. نصوم معا ونفطر معا بهلال واحد. الآن إخواني وأخواتي، الصلوات، كيف كان الصحابة وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفوا بدخول وقت الصلاة؟ كانوا يستخدموا المزولة ويستخدموا خشبة زي كذا، ويعرفوا الدخول من الظل.
فمثلا صلاة العصر، دخول وقت صلاة العصر عندما يصبح طول الظل مساوي لطول الشيء، يعني هذه الخشبة طولها يساوي طول الظل، معناها دخل وقت الصلاة. هذا في أيام الصحابة رضوان الله عليهم، ما كان عندهم الأدوات اللي موجودة اليوم. الآن تصوروا أن كل إمام يريد أن يؤذن، قبل أن يؤذن يخرجوا ويسووا هذه العملية، لا أحد يقوم بذلك. الآن عندنا العلم وكلكم بتشتروا الأجندة من أول السنة، بتشتري الأجندة يوم واحد في السنة كاتبة لك مواعيد الصلاة بالدقيقة للعام كاملا. كيف؟ بالعلم، حركة الشمس دقيقة، ولأن العلم موجود ويستطيع رصد هذه الحركة فأوقات الصلاة معروفة. فكما أننا استخدمنا العلم في عماد الدين وهو أمر الصلاة وهو أمر هام جدا، لماذا لا نستخدم العلم والتطور العلمي في مسألة رمضان وفي مسألة دخول هذا الشهر الكريم وفي مسألة الهلال؟ أمتنا واحدة، هلالنا واحد، أمتنا واحدة، هلالنا واحد. إخواني وأخواتي، دحين نيجي للمطلوب. العام هذا انقضى، فإحنا بنتكلم على 1429، اكتبوا هذا التاريخ أرجوكم. القمر سيولد بإذن الله تعالى يوم 30 أغسطس 2008 الساعة 7:58 مساء، 7:58 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش، يعني تقريبا الساعة 8، يعني تقريبا الساعة 10 أو 11 بتوقيت السعودية. لا يوجد هلال قبل هذا التاريخ وقبل هذا اليوم وقبل هذه الساعة. يعني إذا جاء أحد قال رأيت الهلال قبل هذا التاريخ وهذا اليوم، نقول له معليش أنت مخطئ، أنت متوهم ولا نقبل شهادته. هذا بالنسبة للولادة. بالنسبة للرؤية أيضا، الرؤية معروفة، توجد مواقع إنترنت متخصصة في هذا الأمر، في موقع اسمه moonsighting.com قائم عليه مسلمين جزاهم الله خير، له كل ما له علاقة بموضوع الهلال. يذكر لك تدخل أي سنة تريدها، مثلا 1429 اللي نحن فيها، تدخل على شهر رمضان شهر 9، يذكر لك أين يمكن رؤية الهلال ومتى على الكرة الأرضية. لن يرى إلا في 31 أغسطس، وسيرى في أماكن محددة. يعني يمكن رؤية الهلال 31 أغسطس في أجزاء من أفريقيا، أيضا يمكن رؤيته في أمريكا الشمالية. فالدعوة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الدول الإسلامية وحكام المسلمين ومفتي الدول الإسلامية أن يتحدوا عليها، أنه بما أنه يمكن رؤية الهلال في 31 أغسطس أن يتحدوا جميعا ويصوموا في 1 سبتمبر 2008. هلالنا واحد، هلالنا واحد، أمتنا واحدة، هلالنا واحد. أنا عارف أنه بعض المشاهدين قاعد يقول يا أخي هذا أحمد بيحلم وكلام يستحيل أن يتحقق، ولكنه والله أسهل بكثير مما تعتقدون. إذا اجتمع 35 رئيس دولة إسلامية و35 مفتي لهذه الدول، إذا هؤلاء اجتمعوا فنحن البليون ونص مسلم لكم تبع. إذا أنتم اجتمعتم فكل الدول الإسلامية وكل الشعوب الإسلامية ستتحد، وحنصوم مع بعض وحنعيد مع بعض. أمتنا واحدة، نشمسة أدين، أمتنا واحدة، هلالنا واحد، أمتنا واحدة، هلالنا واحد، قلوبنا واحدة وعبادتنا واحدة، أمتنا واحدة، هلالنا واحد، أمتنا واحدة، هلالنا واحد. نعبد ربا واحدا ونصوم شهرا واحدا، أمتنا واحدة، هلال مذبر، هلالنا واحد، أمتنا واحدة، هلالنا واحد، أمة واحدة وهلال واحد، هلالنا واحد، هلالنا واحد، هلالنا واحد، أمتنا واحدة وهلالنا واحد، أمتنا واحدة، هلال مذبر، هلالنا واحد، هلالنا واحد، أمتنا واحدة، هلالنا واحد. نصوم معا ونفطر معا بهلال واحد، أمتنا واحدة، هلالنا واحد، أمتنا
واحدة وهلالنا واحد. أمتنا واحدة وهلالنا واحد. الآن كيف لكم أن تشاركوا معنا في هذه الحملة؟ أرجوكم ادخلوا الموقع ثقافة.net. قمنا بتصميم تي شيرت وتصميم كاب أو طاقية وتصميم ستيكر لوضعه على السيارات علشان كل واحد منكم يشارك في هذه الحملة، وإن شاء الله بإذنه تعالى إذا توحدت الأمة الإسلامية العام القادم في رمضان يكون لكل واحد منكم أجر في هذا العمل الذي أتمنى أن يعني نذهب يوم القيامة ونفتخر به أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. شاركونا في حملة أمتنا واحدة هلالنا واحد. إذا لا سمح الله لم تحصل الوحدة وما اتفقت الدول واختلفوا، فعليكم كل واحد منكم يصوم مع الدولة التي هو فيها. يعني رسالتي ليست أن نخالف الدولة من أجل التاريخ الذي اقترح في هذه الحلقة، كل إنسان يتبع الدولة التي هو فيها، وأتمنى أن الدول كلها بإذن الله تتحد. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا، هذا جمال المصطفى.